الهجرة إشكالية عالمية تطرح نفسها بشدة في المنتديات العالمية والنقاشات الدولية، كما تحضر خلال هذه الفترة بمدينة أكادير لكن بلغة إبداعية، بلغة الفن السابع من خلال نسخة جديدة لمهرجان السينما والهجرة بالمدينة. موعد مع الفن السابع ومع صناعه يضربه مهرجان أكادير للسينما والهجرة مع متتبعيه. عشرة أفلام طويلة تشارك في المسابقة الرسمية، فيما يتبارى على الجوائز الخاصة بمسابقة الفيلم القصير 15 شريطاً تحت إشراف لجان تحكيم متعددة الجنسيات. مفيد جداً أنه يكون عندنا مهرجان كيهتم بالعلاقة بين السينما والموضوع ديال الهجرة، بحكم أن هذا الموضوع دابا الآن عنده واحد الرهينية كبيرة، بحيث أننا في كل مدة وجيزة كنشوفوا حوادث كبيرة ديال ناس كتموت وهي كتحاول أنها تهاجر، كتحاول أنها توصل لواحد الأفق أفضل ديال الحياة. كيجي هذا المهرجان باش يسلط الضوء على هذه الظاهرة الاجتماعية والسياسية. كنظن بأنه مفيد جدا أنه يتداولوا سينمائيين وفنانين ومهتمين بالسينما هذا الموضوع. كوني أنتمي لعائلة إسبانية هاجرت هربا من اضطهاد وديكتاتورية فرانشيسكو فرانكو، فأنا أعرف وأعي جيدا كيف يمكن لمهاجر أن يعيش في بيئة غير بيئته. ولكوني سيناريست فإن قضية الهجرة تهمني على المستويين، المهني كواحد من صناع الفن السابع والإنساني كابن مهاجر. إلى جانب الاحتفاء بالسينما البلجيكية كضيف شرف، اختار المنظمون تكريم عدد من نجوم الشاشة التركية والمغربية ممن ألف الجمهور المغربي متابعة أعمالهم. هذه 16 عام وأنا كنشارك بأفلام وحضوري في لي جوري، بحال إلا كبرت مع هذا الفيستيفال. عندي واحد كيف قلتها في الكلمة، عندي واحد الخصوصية بارتيكوليير في قلبي، وهذا سي ان اونور بالنسبة لي اليوم توصلت بهذا التكريم بالأخص من هذا الفيستيفال. أنا سعيد للغاية بالاهتمام الذي حظيت به في المغرب لأنني لم أتوقعه. دهشتي تصل إلى حد الصدمة من حب الناس لي ولما قدمته من أعمال درامية. ما أعيشه من لحظات إنسانية ستجعلني لا أتردد في زيارة المغرب لقضاء العطلات والتعرف أكثر على الشعب المغربي. المهرجان فرصة مواتية للجمهور المغربي لمشاهدة آخر الإنتاجات المغربية كتعويض عن غياب دور عرض تفي بالغرض. فدور مرابط قناة الغد من مدينة أكادير.